يعني الاتحاد جدد عن قناعة تامة لعماد محمد؟ يعني أكيد ما حد فرض عليهم شيء، يعني لازم جددوا عن قناعة، وإجا بالإجماع يعني، وهذا ممكن السؤال السائل للاتحاد. بالإجماع الاتحاد إجا بالإجماع بتجديد عقدي، وهذا يعني وممكن السؤال السائل يعني أنتم جددتوا العماد بقناعة تامة ولا لا؟ لا هو اذا اكو اجماع تعرف اكو مثلا دس بين السطور بانه عماد مفروض على الاتحاد، هاي القوانين يستخدموها ضدك. ما لنا علاقه بالدس. اول شيء انا علاقتي بالاتحاد بكل المكتب التنفيذي علاقه مميزه جدا، وانا متواصل وياهم كلهم وهم متواصلين وياي من خلال عملي من خلال، فما اعتقد اول شيء انا ما عندي خلاف لا مع احد من اعضاء الاتحاد ولا اني فارض نفسي عليهم. انا هذا فنيا انا هذا وضعي، تقبلوني اهلا وسهلا بكم، ما تقبلوني شيء هذا راجع لكم. فشفت الثقه موجوده؟ الثقه موجوده من كابتن عدنان ومن المكتب التنفيذي بالاجماع. اي زين، سمعت تصريحات الفتره الماضيه يعني بما انه تم تجديد الثقه بيك والكابتن راضي شنيشل اللي صار وياه، وسمعت تصريحات الكابتن احمد صلاح وراضي شنيشل وباسم قاسم علنوها صراحة بأنه أكو هجمة منظمة على المدرب المحلي، وأنت مدرب محلي. نعم أفتخر. تفتخر أكيد. طبعا أفتخر أنه أنا مدرب فعلا محلي. أكو هجمة منظمة. شوف أبو آدم راضي شنيشل وياك يعني كان أبو آدم مدرب منتخب أولمبي، خلي يعرف كل الناس وكل الإعلام وكل الجمهور يعرف أنه المدرب فكر مو جنسية. هذا المدرب أنه هذا المدرب فكر وين ما يكون، عقلية تقود فريق. إذا كان هذه العقلية عراقية أو العقلية إسبانية أو العقلية برتغالية أو العقلية إيطالية، هو فكر. بالإضافة لذلك أصلا إحنا أنا شخصيا أنا داعم أنه تجي إمكانيات ممتازة للعراق إذا كانت على مستوى إسبانيا أو مستوى البرتغال أو إيطاليا، إضافة جدا مهمة يعني هذه اللي دورينا، لكن مو على حساب المميز العراقي. هذا احنا ايضا دائما نقول العراقي ايضا اكو عراقيين مميزين، احنا عملنا مع مدربين اجانب كثير اذا كان من كنا لاعبين. اكو مدربين اكو هجمه عليكم؟ هجمه يعني بالاعلام؟ هجمه منظمه سوشيال ميديا اعلام اكو عليكم؟ يعني انا اشوف انه اكو هجمه على المدرب المحلي. اكو هجمه؟ اي اكو هجمه على المدرب منظمه لو عشوائيه هذه؟ هسه احنا ما اعرف انا حسان من اشوف شيء يصادفني اعرف انه هذا مقصود او ما مقصود. انا ابو ادم انا شخصيا ما يعني بصراحه يعني صار تقريبا سنه ونص انا اصلا بعيد عن الاعلام وبعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح اشوف لان هذا المنتخب من استلمته تعرف العمل به يحتاج له الى وقت وتركيز. اي ويحتاج له الى تركيز، فاني وين رحت؟ رحت بهذا الاتجاه انه خليت انا والجهاز الفني برنامج عمل متكامل ورحنا عملنا عليه. لكن تقول لي ما اتابع؟ لا اتابع واسمع والتقي. تريد تبعد نفسك؟ بس انا دائما انه ابعد نفسي، ما دام انه ليش؟ ابعد نفسي على مود اعمل، وهذا العمل هو يجيب النتائج، والنتائج راح تخلي الناس تتكلم بشكل مميز على انه المدرب.